حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا. موضوع الحلقة قبل ما نبدأ به نريد ننوه إلى أرقامنا، تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على واحد من ذني الأرقام، فأي شخص من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بنا على واحد من هذني الرقمين. أما الرقمين اللي تشوفوهن راح يطلعن هسه هنا ذني الرقمين للاتصال من خارج العراق، فعندكم أربعة أرقام للاتصال، رقمين من داخل ورقمين من الخارج. أما هذا الرقم، هذا رقم الواتساب، أحب أنوه للسادة المشاهدين أنه ما أقدر أستقبل بأي اتصال أو أي رسالة صوتية. لا حد يزعل علينا ويقول أنتم ماذا تجاوبونا، الاتصالات فقط على الأرقام الأخرى، أما الواتساب غير مخصص للاتصال. موضوع حلقتنا مثل ما شفتوا في الفيديو اللي طلع بعد شارات البداية، هذا حريق اليوم كم سارة بالكرادة، مجمع تجاري احترق بالكامل بمحلاته ببضائعة، لحد الآن ما معروف قيمة الخسائر اللي نتجت عن هذا الحريق، والسبب يا راح يتقيد ضد مجهول، أنا ما أتنبأ ولا أكو واحد بالعراق يتنبأ، لكن كثرة الحرائق اللي صارت بالسابق كلها تقيدت هكذا، فإحنا راح نعرف المستقبل شنو، يا ظل مجهول يا تماس كهربائي يا خلل من المسبب لهاي الحرائق اللي دا تصير بالعراق، ما حد يعرف من المتسبب بخسارة الناس لأرزاقها، ما حد يعرف. حتى لا نحكي فقط على حريق صار بكم سارة، جينا على مجموعة من الحرائق، فمثلا 21/1/2021 نشوف حريق بسوق مريدي في شرق العاصمة بغداد أدى إلى احتراق 7 محال تجارية لبيع الملابس داخل السوق. يوم 7/4/2020 حريق بمدينة الصدر بسوق القيارة لبيع الملابس أدى إلى احتراق أكثر من 20 محل. يوم 21/1/2021 حريق صار بمخازن شارع الظلال ببغداد، ومخزن محترق الأول يحتوي عدد كبير من الدراجات النارية بمساحة 800 متر، والثاني يحتوي كميات ضخمة من مادة اللباد سريعة الاشتعال، والثالث يحتوي كميات ضخمة لخزن وتجارة مادة المعسل. زين 18/2/2021
حريق بمستشفى مدينة الطب دار التمريض تحديدا بالعاصمة بغداد 17/2/2021، ثلاث نازحين بينهم طفلين جراء حريق بمخيم للنازحين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق شمال العراق، وأن الحريق نشب بخمس خيام للنازحين أدى إلى وفاة أم وطفلين. 22/7/2020، حريق بثلاث مولدات أهلية بمنطقة العظمية يؤدي إلى وفاة صاحب المولدات نتيجة التهاب النيران لجسده. 17/2/2021، حريق في ثلاث مولدات أهلية أيضا في منطقة العطيفية لم يسفر عن خسائر بشرية. 19/11/2020، نشوب ثلاث حرائق بسوق أسواق شعبية ومتنزه وفندق بالعاصمة بغداد. كافحت حادث حريق داخل سوق الساحة بمدينة الشعلة، وحريق بمتنزه جزيرة الأعراس وبمنطقة الجادرية، وحريق ثالث بفندق السعدون في وسط العاصمة بغداد. المشكلة هاي الحرائق اللي صارت بالسنة اللي مضت والقبلها. بال2019 جبنا تقرير كامل عن الحرائق اللي صارت في العراق، يقول كافة الاتهامات تدور حول اعتماد أطراف مدلسة إحراق المحال والمخازن التجارية في المناطق الاقتصادية بالعراق وقرب ساحات الاحتجاجات، مكبدة التجار العراقيين خسائر بمليارات الدولارات، ومكبدة الشعب العراقي خسارات أخرى نتيجة شح المواد في بعض الأحيان. فأني السؤال هنا، هاي الحرائق اللي تصير بين فترة وثانية، من الفاعل وشنو الفائدة من أدها وليش؟ أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا أخي أنت جاي تسأل تقول منو سبب الحرائق؟ هو العراق حرقوه، ليش إحنا ما ندري؟ ليش إحنا ما نعرف الليل من النهار؟ كل شيء نعرف. نعم. عمي أسأل والله العظيم إذا ما تصير صح وعد الشعب العراقي بأكمله. نعم. هذا أخذ كلام من عندي أنا. نعم. إذا ما تصير صحوة كاملة وبعيد وحدة والله لنبقى مشتعل يوم يوم. أنه هو المواطن العراقي مشتعل. محروق. ليش إحنا كشيمين عن الحراك هاي من اللي جاي؟ عمي هاي أيدي الله وكيله، كل حكومة راضية عليه. هسه راح يطلعوا لك باكر يقول فتحنا تحقيق. أسألك بالله التحقيقات الأولية مال المتظاهرين مال قبلها وين؟ أي تحقيق راح يفتحونه هم؟ أي تحقيق؟ أما هاي عصابة. خلي يسمعني الشعب العراقي كليته، والله إذا ما نصير إيد واحدة والله العراق لا يصير بعد أكثر من نوبه. يجب على الشعب هسه التكاتف. هسه هاي المتظاهرين اسالك بالله عليك يومية كاتلينهم 20-30 واحد على مالمي. نعم يا اخي انا طالع مظاهرات شريد انا من عندك. انا اريد عيالي جوعانين ليش عمي ما طالب منك انا غير طلب. عمي انت تسالنا على الحرائق هم يعرفون كل الزين. الله وكيلك مدعومين من عندهم من نفس الحكومه جاي تدعمهم تقول يا عم روح احرقهم فلان مكان عمري خبرونا والله دوخونا ما خلونا بعد حتى نعرف طريقنا شلون. نعم. ما كافأ عاد الحكومه ما كافأ عاد. اتقوا الله اسمع حسابكم باكر راح تقفون يا رب العزه. شو تقولوا له؟ لكم ما يعني ضمير ما عندكم ضمير انساني ما بقوكم. راح بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. وانا اشكرك اخوي العزيز. حياك الله اخوي العزيز. ابو محمد من السماوه، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احنا بالنسبه لنا المظاهرين يعني المتظاهر شنو يريد هو؟ يعني ابسط مثال ثغرات والرعايه الاجتماعيه. بس اذا امكن تعيد لان الصوت مو واضح. اجتماعيه. كان الصوت مو واضح عندي ابو محمد. مالو
ايش بيها الرعايه الاجتماعيه؟ عين هسه ذول المظاهرين من راس الشاب لو عنده عمل ايه يقدر يعيش عائلته، يقدر يطلع يتظاهر، يقدر يعترض، يعني شنو مشكلتنا؟ اخر موقف اريد احكي لك اياه من خلال قناتكم. نعم. يعني يعني شخص عمره 30 سنه عنده طفلين وزوجه، ابنه ما دينار ياخذه للمستشفى، وين بعد يردون يوصلوا لنا؟ نعم. ايش يسوون بينا؟ يعني احنا ابتلينا لارواحنا من انتخبنا، يعني شنو سوينا؟ شنو الذنب اللي ارتكبناه؟ يعني هسه الحق تحكي عليها حضرتك انت كفيلك الله وكتبه ورسله هاي احزاب الدينات عود الانتخابات فلان ضد فلان. قضيه مدروسه والشعب العراقي توعى وعرف كل شيء، عرف الصغيره والكبيره. خلي يستحون، خلي يخجلون، خلي يخلون مثل ما تقول. يعني شو شرد احكي؟ والله ما اقدر احكي. يعني الله اكبر، هذا العراق يعني العالم كله يتمنى ترضى من تراب العراق. يعني شنو الذنب؟ 1000 دينار ما عنده لطفله، اقول لك يا اخي الطفله يقول لك ليش اخذنا 1000 دينار كروه للمستشفى ما عنده اخذنا. شنو اسوي؟ انت عرهم حرام من الله. يعني امشي اسلف قالوا لي اربع عرهات. امشي افجر قالوا انتحار، شنو اللي اسوي؟ والله يا اخوي لعبه ارواحنا وملي انا كفيلك الله. هسه بالنسبه لنا السماوة ولا حاجه اللي يقولون 50% الفقر، والله العظيم يا السماوة كل 60% الفقر. نعم نعم. وارجو بخلافكم هذا وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، يعني حكومتنا صارت الا بالخاصه ظهرت في الناصريه وحارق واطارات، اليوم طلع للناصريه مشى معاملها بدون موازنه بدون وقار موازنه. يعني الا نحرق اطارات ونخرب ونفجر ونخرب الدوائر الحكوميه، يا الله صير شريف بن شريف من خلال قناتكم قدموا له دعوه. عم السماوة احترقه كفيلك الله، ناسه عايشه ما دايخين، شلون عايشه ما جانبتين؟ اللي عنده ياكل وما عنده يطق راسه بالحايط. يا اخوي يا بعد روح الاعلام، احنا هم عيالنا ناسين من خلال الوزارات، من خلال المعنيين، من خلال الشرفاء. لو كلية قلبت لازم اكو شريف، لازم اكو يستحي، لازم اكو. ما اريد اغلط انا من خلال قناتكم، والله ما اريد اغلط. كفيلك الله، كاظ اعصابي يعني قوه يعني علي. نعم. كاظ اعصابي. نعم. نعم. وانا اشكرك ورحمه شكراً. الله عليكم ما قصرتي. شكرا شكرا لك ابو محمد. محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هذه الحكومه صارت مثل بحرور القدر، حيث السامح من اقوله بوجهه. نعم. هذه الحكومه صارت مثل بحرور، قامت تطلع سجناه. انت مو علي جاي، ايش كنت اقول لكم؟ كانت تدفع الصواريخ منيره من جوا الخضراوات وتعبرها لسوريا. نويره وربع نويره وهذا العامري. هسه قاموا يطلعوا سجناء يشحنهم بالحجارات وبالجبال وتطلع الطيارات تضربهم. ترى كل شيء نعرف. البارحه صارت من قبل اسبوع حادث هين بالموصل. تسمعني؟ اي نعم. قبل اسبوع يعني منطقة السادة المعامرة نزلوا مقرودين جابوهم من بغداد من السجناء ومن الموصل، حطوهم هنا وزحوهم بالعقار وطلعت الطيارة ضربتهم. قالوا تحت هذول الدواحي، هذه دقات نويرة ودقات هويتي. اليوم 4 سنين ولدي ما عنده لهم وين، ما سووا مثل ما سووا لعبة بالجنوب. دحكوا اللعبة هذول السجين تروح تواجهوا. البارحه بنت عمي راحت على ابنها وما خلوها ترجع ولا تدفعين 100، كانوا خلوا العلاج يفوت. قالت تدفعين 100، من هل بيهم شريف؟ من برهم صالحوا هي نادره، لون شريف ما شاء الله الصور مال الميليشيات بالعراق. هذا من يلو قيله؟ هذا عنده قيله؟ هذا رئيس الوزراء ما يقدر يحكي لعبه البارحه بسامره؟ لعبه لعبة هالي هل ما يخافون من الله؟ دحك عليها النيران حاجة. هذا ما يخافون من الله؟ شو يخافون من الله؟ بس قول لي شنو اللي يخافون من الله؟ اللي يجيبون السجناء يشحنهم بالطيارة بجبل تعداية وتجي عليهم الطيارة المقاتلة تضربهم. يقولون ذولا تحت الدواحي الشينة، دواحي وين تقدر تطب هذه عداية؟ وين تقدر تطب الشبان؟ تعال قول لي كلها منظومة لهم. يجحون هم الميليشيات، يمدحون الميليشيات بكركوك ويقولون ذولا دواحي شنو مخده حاري. كل شيء نعرف
اكبر مفخخ بالعالم واكبر ارهابي بالعالم دور المالكي، وقوات امريكا دوله طلع الوطن كله جاء السعوديه، دوله السعوديه كتبها، السعوديه خلت تنتبه، خلت الكويت باقوا مو مول الكويت، ترى هذه خطه من امريكا عدتنا كلها، تقول امريكا اسحب النووي منك ونعطيك العراق، يشوف وين وصلهم ذول حيث السام على الحواويل الايرانيين، شوف شلون وصلهم العلم، انا نعطيك العراق نعطينا النووي. وانا شكرا وممنون منك، والسجناء كلها ترى قاعد يسحبونها بالطيارات يطلعونها بالليل والصبح يطلعون عليها المقاتلات تضربهم، يقولون تحت الدواعي جابوهم ودقت واحده اول البارحه على الموصل. اكو دواعي يرحم ابوك السعير طلع في الموصل مظلومه يظلمهم ميليشيات وحزب دعوه وحشيد وجيش وشرطه وبكته وحزب العمال، يعني هنا على طريق سنجار جابوا جو الدوحش الظهر، جاوبني استاذي اكو دوحش الظهر اللي حطوا المقرودين الطياره في الصحراء وتعالى عاد المقاتل اضرب بيهم، شلون ترتيب يرتبونها؟ وصلت الفكرة أخ محمود، شكرا جزيلا لك، وأحب أرجع إلى موضوع حلقتنا وهو الحرائق اللي دا تتكرر في أكثر من منطقة، وفي كل فترة دا يجينا حريق أكبر من الثاني. لليوم أكو هواية حرائق سابقة، يعني مثلا حريق اللي ضرب الطابق الرابع من دائرة الضريبة أو مبنى الضرائب ببغداد بساحة الخلاني اللي راد يحرق 7,950,000,000 دينار. بس نريد نسأل سؤال، من اللي واقف وراه؟ شنو اللي صار بالتحقيقات؟ ليش لليوم كل حريق دا يصير يا تماس كهربائي، يا يوثق ضد مجهول، يا يصير حادث غريب، يا ما دا نفتهم شنو اللي صاير. الدولة العراقية وين؟ حرائق دا تؤدي إلى مليارات وملايين الخسائر. الحريق اللي شفتوه اليوم بالكرادة، محلات تجارية والمبنى وقع من الحريق وشدة الحريق وما قدرت السيطرة عليه قوات الدفاع المدني. يعني إذا واحد يقول سيطرنا عليه، مو يعني توقع البناية وتحترق باللي بيها إلى أن تخمد النيران ويقول لك سيطرنا عليها. فريد نفتهم هاي الآلية عند الدولة وين؟ ليش دا تصير هاي الحرائق؟ منو قاعد وراها؟ منو دا يسببها؟ وشنو المنتفع، يعني شنو الفائدة من وراها؟ وليش الدولة ساكتة عنها؟ أبو حسين من البصرة حياك الله. عليك السلام والرحمة والإكرام أخويا. شكرا لكم لقناة الرافدين. حياك الله أخويا. عفوا أستاذ، بالنسبة للحراك هاي مو جديدة بالنسبة للناس. نعم. يعني أساسي للحراك يعني لا تجم، والحكومة ما شاء الله أي حريق يصير طبعا ما لها أي كلام البعيد. بالنسبة بكلامه الثانية يقولون نعم بالأكيد، حتى لو في شيء مشكلة راح يقولون أخوان نعم. أبو حسين تقدر تغير لي مكانك لأن الصوت ده يقطع. أبو حسين تسمعني؟ لا. تقدر تغير لي مكانك بمكان أفضل لأن الصوت ده يقطع، مدى أفتهم من عنده هواية. نعم. أي نعم. أعتذر منك أبو حسين وأعتذر من السادة المشاهدين لرداءة الصوت من المصدر، مو من أبو حسين أو من تليفونه، لا إحنا كنا نعرف المساوئ اللي موجودة في شبكة الاتصالات العراقية والفساد وكمية الفساد الموجودة في الاتصالات العراقية من أيام ما كان حيدر العبادي وزير الاتصالات. محمد من كربلاء حياك الله. محمد من كربلاء تسمعني؟ انقطع الاتصال يا محمد، اتمنى يا محمد ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع عن الحرائق وليش دا تتكرر هاي الحرائق وشنو سبب هاي الحرائق والدولة ليش ساكتة عنها. ابو زينب من النجف حياك الله يا ابو زينب.
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا هذا الحريق كسابقاته حريق مفتعل، يعني حريق ضخم وفي قلب العاصمة وفي منطقة تجارية معروفة، يوم بالشورجة يوم بسوق مريدي يوم مدري وين يوم بالشعب يوم بالمنصور وما حد يقدر يسيطر عليه. هذا أنا في تقديري لسحب الأنظار عن قضية إقرار الموازنة، يعني أشبه الكياهة، واحد يروح إلى سوق الفواكه والخضر أي. يقول له أريد طماطة، يقول له عندنا قوش رقي. يا بالدق والشك من شهر العاشر 2020 وإلى الآن راح ينتهي الشهر الثالث 2021 خمس أشهر والموازنة لسه ما مصوت عليها ولا مقرة. ها؟ نعم. تروح تحط قانون الموازنة يقول لك نسوي قانون المحكمة الاتحادية، لك ما برد الموازنة، الشعب تدمر، المنتظرين توظيف تدمروا، العوائل تدمرت، البطاقة التموينية تدمرت، المشاريع كلها توقفت. ها؟ العراق إلى منزلق. خلصوا انه جابوا لك الفقه وايد خاله وهو بكذا ما ادري شنو المحكمه. انه بجوا لك اخر شيء البارحه وراسا باول جلسه وفي الاجماع. تحويل حلبشه الى محافظه. تعرف شنو هاي الغايه منها تحويل حلبشه الى محافظه؟ حتى ثاني يوم يطلع لك قنديز اربيل هذا جاسوس اسرائيل الاول مسعود البرزاني لعنه الله. لا 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 ابو زينب اعتذر، اعتذر منك ابو زينب، شكرا جزيلا لك. ما نقبل أي اتهام أو أي سب وشتم لأي شخص موجود في العراق كائن ما يكون. شكرا شكرا جزيلا لك أبو زينب. محمد من كربلاء رجعنا مرة ثانية، حياك الله محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام عليكم أستاذ أثل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. عليكم وعلى الكادر وعلى المستمعين جميعا وعلى مشاهديكم، حياك الله اخويا، وعلى قناتكم قناه الحق والحقيقه قناه الرافدين البطله، اللهم يحفظهم ويحفظها جميعا. لا شكر على واجب اخي العزيز. بالنسبه للحرائق صارت بالعراق هواي، ايه كم ساره، مجمع الليث بالكراده، بسوق مريدي، بالشورجه، علوه الجميله، بالفنادق. هو العراق حرقوه، منا ايران منا امريكا، ناس ميليشيات بالسلاح المنفلت، وبقت بس رحمه الله، خلى الله ينتقم من كل ظالم، لان باكر وراهم حساب رب العالمين، الله ينتقم من عندهم، لانهم يعرفون هاي الحرائق الجايه تصير. استاذ افل اخويا، نعم تعرف الدوله هاي الحرائق الجايه تصير، هذا يقول لك تماس كهربائي، هذا يقول هيك، يعني هالحرائق كلها تماس كهربائي؟ لا، هذه جماعه مندثره والدوله دازتها او الاحزاب او تعرف هذا السبب. زين؟ استاذ افل تسمعني؟ اي وياك اخوي. زين اخوي؟ ميليشيات منا سلاح منفلت، منا عصابات، زين الدوله شنو شغلها؟ زين هذا قوت الشعب، هاي وراهم اجار، وراهم محلات، هذا مستوق، يعني اقل واحد من عندهم هذا المحل مالته اذا ما مستوق، اذا ما مستوق $1,000 او $2,000. زين وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، والله ينتقم منهم برب بجاه محمد وال محمد، الله ينتقم من كار من كل ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل، وانا اشكركم واشكر قناتكم قناه الحق والحقيقه. شكرا 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 لك ابو زينب. عفوا محمد، قلوا لي محمد قال لنا نقطة مهمة، انه هاي الحرائق اللي تصير بالعراق اذا نريد نحسبها من اول حريق الى اليوم، هواية حرائق صارت، هواية دوائر رسمية احترقت، طابو على ضريبة على وزارة مالية، على هواية حرائق التهمت، يعني هواية حرائق التهمت مباني باكملها وخصوصا دوائر الدولة، مخزن بصناديق الاقتراع بالانتخابات. المهم كلها انه جيروها تماس كهربائي، وزارة الكهرباء لعد وين؟ اذا كل هاي الحرائق او قولوا 90% من هاي الحرائق مسببة تماس كهربائي، اذا اكو خلل بالكهرباء، لما اكو خلل بالكهرباء اكو جهة لازم تجي تصلح هذا الخلل، هاي الجهة هي وزارة الكهرباء ودوائر الكهرباء التابعة الى هاي الوزارة، فاذا
ليش ما تحاسب إلى اليوم أي وزير أو مدير دائرة كهرباء في أي مكان صار به حريق؟ والوزير أو الوزارة وينها لما نصير هاي الحرائق؟ حيدر من النجف، حياك الله يا حيدر. حيدر، انقطع الاتصال يا حيدر. طبعا تقرير جوائد يقول خسائر العراق جراء الحرائق اللي تصير في المباني خصوصا التجارية تقدر بمليارات الدولارات، ما يعادل ميزانيات دول. وأشار أحد التقارير إلى أنه أحد الحرائق كان في مجمع تجاري بتقريبا 900 محل ومخزن، تقدر قيمة البناية الواحدة بمليون دولار. والمنسق الإعلامي بالدفاع المدني نهاد صباح قال لي بال 2019 حصلت حرائق بشارع الرشيد والنهر والجمهورية، وكلها محيطة بمنطقة الشورجة وهي المنطقة الاقتصادية الأكبر في العراق، علما أنه أغلب هذه الحرائق كانت بفعل فاعل. أنا هنا عندي مو سؤال واحد، 10 أسئلة يتكرراً، بفعل فاعل منو وليش ومنو دفعه وين الدولة وش صار بالتحقيقات؟ تحاسب بها أحد لو لا؟ ألقوا القبض بها على أحد لو لا؟ سووا شيء للناس لو لا؟ والمتضررين من هاي الحرائق تعوضوا لو لا؟ وراها راح نخلص من الحرائق لو راح يجينا حريق جديد مثل ما صار اليوم بالكرادة بكم سارة بمجمع تجاري؟ شفتوا الفيديو ايش سوى بالمجمع؟ قبل يومين كان اكو حريق في مكان اخر، البارحة كان اكو حريق في مجمع اخر، محافظة جنوبية حريق مواطن طلع بيها وعلى شاشة الرافدين يقول انا صبح مشتري خضرة بمليونين دينار، تعالوا شوفوها قدامكم شلون احترقت، وكلها تقول تماس كهربائي. زي مصطفى الكاظمي شنو رأيه؟ أتذكر بتفجير الكرادة ورا ما خلص التفجير يمكن بيوم بيومين، كان رئيس الوزراء فترته حيدر العبادي راح دا يزور هناك والعالم طردوه. احنا لليوم ما نعرف شنو اللي صار بتفجير الكرادة او التحقيقات النهائية شنو صار بيها، ايش طلعت هاي التحقيقات ومن المتهم بيها. فأنا أريد أجيب أي واحد من المسؤولين وأسأله سؤال واحد، هاي الحرائق اللي تصير بالمجمعات التجارية ده تروح بها أرواح، ده تروح بها أموال تابعة لناس مو إلكم، فليش؟ حيدر من النجف رجع لنا، حياك الله يا حيدر. من النجف، هلا بيك أخويا وبأهل النجف همينة. رحم الله على والديك، الله يكرمك. هلا بيك. صوتك ماكو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي. مدى أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام أغاتي. بس شنو على شنو قلبي؟ يعني كله وياك داعشي يعني سؤال. اي تعال هوا مباشرة، تفضل أخوي. يبدو أنه حيدر مدى يسمعني بشكل واضح. شكرا شكرا جزيلا لك اخويا حيدر. ام علي من دياله، حياك الله يا ام علي. طيب العافيه ويعافيك يا رب، خليك الله. انا على الهواء وياك. اي يما تعال الهواء. اي يعطيك العافيه عيوني استاذ رفد. هلا بيك يما، الله يوفقك ان شاء الله ويجي قناتكم الحلوه الشريفه ويسلمك يا رب ويديمك ان شاء الله. تفضلي يما. الله يخليك. عم الحريق احنا ما نعرفه، نعرفه عم يردون يحرقون قلوبنا،
يردون يحرقون ولدنا، يردون يحرقون شبابنا الحلوة الورود. اي والله مثل ما يحرقون قلوبنا، الله يحرق قلوبهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم، الله ان شاء الله يشعد قليل بحقهم ويخلصنا من هالحكومة الإيرانية الفاجة ما عدا أخلاق. وأنا أشكرك جزيل الشكر ويحيي إن شاء الله قناة الرافدية ويخليها إن شاء الله بجانبنا محمد. حياك الله أختي عزيزة. شكرا 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 جزيلا لك أم علي. التقرير يقول أغلب الحرائق اللي صارت بالعراق خصوصا بالمركز الاقتصادي العراق في قرب شارع أو قرب سوق الشورجة هي حرائق متعمدة، وأنه أحد التجار في شارع رشيد يقول أنه حرائق بالمخازن القريبة من البنك المركزي وشارع النار أغلبها متعمدة وحثت الفاعل. وأوضح التاجر أبو علي أنه شارع رشيد الآن مقطوع نصه ومغلق، وفصل الشارع من تمثاء عبد الكريم قاسم إلى جسر الأحرار بكتل إسمنتية خوفا من وصول أعمال التخريب إلى البنك المركزي. إلا أن ما يثبت أن حرائق متعمدة هو أنها تحدث في أماكن مغلقة ويصعب دخولها، فهي مقطعة بكتل إسمنتية وهو ما يعيق أيضا دخول سيارات الإطفاء لإخمادها. نانا راح نسأل سؤال، إذا كانت هذه المناطق مقطوعة يعني شارع حاطين كتل إسمنتية منها وحاطين كتل إسمنتية منها وديحمون القوات الأمنية شيء موجود ما بين هذه الكتلتين، ف احترق شيء بصفها وهو داخل هاي المساحة، يعني اللي طبلها مسموح له يطب، مسموح له يطب من قبل هاي القوات الأمنية، فإذا هنا السؤال منو؟ وهل معقولة إذا احترق شيء بمنطقة مغلقة الدولة ما تعرف به؟ حيدر من بغداد حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني هاي الحكومة احنا يعني ما شلون الشعب العراق ما يرفيها، يعني يومية طالع نفسي يومية نحن نقول الصوت شنبينا، الصوت شنبينا، نحن نقول طب على كل شيء ساكتين، بس يلا نحشي ونقول وعلى كل شيء العراق نقول طبنا مرض حش السامع، ليش يعني هيك شيء ساكتين نظل هيك شيء ساكتين؟ بس اخ حيدر يعني عذرا منك انت قلت كلمه، بس ليش الشعب العراقي ساكت؟ ترى الشعب العراقي ثائر صار له اكثر من سنه، الشعب العراقي ما راضي على الظلم ولا راضي على الفساد ولا راضي على الاحزاب ولا راضي على المرشحين ولا راضي على اي شيء دا يصير بالعراق، فليش الشعب العراقي ساكت؟ لكن اللي دا يصير انه يعني الشعب العراقي اليوم بكفه، واكو جهه ثانيه مدعومه دوليا ومدعومه من ايران ومدعومه بالسلاح ومدعومه بالعتاد ومدعومه في كل شيء في كفه ثانيه، فدائما يعني تلقي هاي القويه دا تسطو على هاي الضعيفه. يعني لا متى هاي زين 14 العراق يعني نحشي ونحشي وماكو فائده، يعني ملينا حتى الشعب العراقي مل. طيب برايك شنو هو الحل؟ يعني ماكو حل ونعوفها عليهم يلا يعني زين برايك تقول ماكو حل نعوفها يعني صارت ماكو حل ومناهم ماكو حل. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لك. كنت اتمنى يعني اظل اتناقش ويا حضرتك اخ حيدر، انت تقول نعوفها لان ماكو حل. طب سؤالي الى الشعب العراقي، يعني اليوم حريق كم سارة مثلا شفتوه انتو، اتمنى السيد المخرج ظهر مرة ثانية، حريق اش كبرى دا تشوفون النار دا تلتهم المحلات التجارية والناس خايفين، ويقول واحد اللي دا يصور هذا الحريق مجمع تجاري بمحلاته اللي دا يصور يقولهم ارجعوا لا توصلون، اذا دا تشوفون من قرب الكاميرا اكو بضايع موجودة في باب احد المحلات. طيب اخ حيدر يقول ماكو حل، الدولة العراقية أو عفوا مو الدولة، الحكومة اللي تسمي نفسها حكومة بهذا البلد ما دا تسوي شيء حتى توقف هاي الأشياء اللي دا تصير بالبلد، هاي خسائر بملايين الدولارات، الناس دا تخسر من وراها، هل راح تحصل تعويض؟ أني راح أسأل هذا السؤال،
نطت الحكومة تعويض للناس اللي تهدمت بيوتها بعمليات التحرير، حتى تطي تعويض للناس اللي احترقت محلاتها وبضاعتها وفلوسها وحلالها ورزقها مثل ما احترقت المحلات اللي تشوفوها أمامكم الآن. فسؤال هنا، إذا ماكو حل يعني نسكت نعوف الوضع على ما هو عليه ونخليهم يحترق العراق ويخسر فلوسه وينباق وإيران مسيطرة عليه وأمريكا مسيطرة عليه وأرزاق العراق مو للعراقيين وخيرات العراق مو للعراقيين والميزانية العراقية تحول إلى إيران بصورة غير مباشرة والعراقيين يساعدون الإيرانيين حتى الحصار الاقتصادي على إيران ما يأثر عليهم لكن يأثر علينا، لأنه ذولاك راح يعيشون وإحنا راح نجوع همنا عادي، لأن ماكو حل مثل ما قال أخونا حيدر. لو نفكر بصورة أنه نلقي صورة حل الوضع حتى يرجع العراق للعراقيين. أبو وطن من لندن حياك الله. أهلا السلام عليكم أخ عفر. حياك الله أخوي العزيز. الله يخليك عيون. بالنسبة للحرائق أعتقد الحرائق أكو قسمين من الحرائق. أي. أكو أسبابها سياسية وأكو اقتصادية تجارية. سياسية بس تذكرون حريق اللي صار بمبنى وزارة الخارجية قبل كم سنة بأيام المالكي واللي اتهم به سوريا وبعدين ضغطوا عليه الفرس وسحب الدعوة من اللي قدمها بمثل الأمن الدولي على سوريا، وحريق مثلا وزارة الداخلية قسم الجوازات، هاي حوادث سياسية هم يسووها. نعم. والاقتصادية هم يسووها. إذا تذكرون قبل فترة حرائق اللي صارت بالبساتين والأراضي الزراعية وهسه بالمجمعات التجارية، هاي بيناتهم مافيات سياسية تجارية اللي هجاي حكمون حشاك حفاي وصار عندهم فلوس، صار تخبط في هالموضوع. هذا مو شيء غريب. التحقيق تشكيل لجنة التحقيق وكذا وكذا وكذا، هذا حكي ما كول خير على قولته، هنا ما كول خير. وانتوا فرق البوت اللي بالبصرة ما وصلتوا الحل، ما طلعتوا نتائج الاغتيالات، الشهيد الهاشمي والبقية المتظاهرين الشهداء اللي راحوا و و و و هاي كل اللي راحوا، وين نتائج التحقيق حتى يطلع نتيجة التحقيق بحريق؟ هي الأرواح اللي زهقت ما طلعت نتائج التحقيق، تطلع بالحرائق نتيجة التحقيق؟ لا يمكن. أما حضرتك قبل شوي تقول الحل شنو والعراقيين ما قصروا وكذا وكذا، نعم العراقيين ما قصروا والشعب حي وجاي يقدم تضحيات، ولو شعب غير هذا الشعب كان اندثر من زمان، بس هذا الشعب حي وصاحب كرامة. لكن مع احترامي، هل هذا كافي؟ لا مو كافي. إذن شنو المطلوب لعد؟ بالضبط، رحم الله والديك. والديك. المطلوب أكو خطوات لازم تتخذ. أول شيء العصيان المدني الشامل. يصير عصيان مدني شامل. نعم. وتظاهرات بكل أرجاء العراق من شماله إلى جنوبه. نعم. كل العراق تصير بتظاهرات زائد العصيان المدني. حتى يوصل صوتنا للعالم كله. احنا نعرف مثل ما قلت قبل فترة حضرتك ان العالم تخلى عنا والعالم كذا، نعرف هذا الشيء صحيح وياك 100%. لكن اكو اصوات خيرة بالعالم، نعم اكو اصوات خيرة بالعالم لازم نوصل لها، سواء سياسيين برلمانيين صحفيين ناس بسطاء، لازم يوصل صوتنا عن طريق العصيان المدني الشامل وعن طريق التظاهرات اللي تعم كل العراق، مو محافظة دون محافظة. المحافظات اللي السابقة طبعا احنا نعرف محافظات الغربية قدموا ما قدموا من الشهداء وهم اللي بدأوا بالتظاهرات. طيب أبو وطن انت حضرتك يعني اذا تتصل بينا من لندن، نعم انت اشرت الى بعض او اشرت نقطتين يجب ان تفعل بالعراق حتى يكون يعني اكو حل، اضافة الى تدويل القضية حتى يوصل صوتنا الى كافة ارجاء العالم. بما أنك في الخارج ومن عراقيي المهجر، ما هو المطلوب من العراقيين بالخارج حتى يساندون إخوانهم وأبنائهم بالداخل؟ أنا واحد ما أدري أتكلم عن نفسي، أنا صار لي مدة طويلة جدا أكثر من 27 سنة بهالبلد. نعم. أغلب بين قوسين العراقيين الموجودين هنا هم غير عراقيين،
هم غير عراقيين، هم اصولهم معروفه من وين، ايرانيين وغير ايرانيين، من المسافرين وغير المسافرين، لكن اكو عراقيين هنا بكثره وطنيين. لا لا انا لا اتكلم عن لندن اخي العزيز، انا اتكلم عن كافه بلدان العالم اللي بيها عراقيين بالضبط. كثر بالضبط بالضبط ايه؟ هي للاسف ماكو تنسيق، ماكو جهه تجمعنا، مثل ماكو حتى بالعراق، بالعراق ماكو جهه تجمعنا، اكو ماكو جهه تجمعنا. احنا ايش قد اكو وطنيين بالعراق، وايش قد اكو وطنيين بالخارج، وناس شرفاء وعندهم غيره على بلدهم، لكن ماكو قياده تجمع لا بالعراق ولا خارج العراق. هنا يجي دور منو؟ دور الصحافه، دور الاعلاميين، دور القنوات الفضائيه. دوركم طبعا ما لا ينسى، مو مجامله، هيئه علماء المسلمين ودورها بالسابق وحاليا، قناه الرافدين دورها، هذا هاي شهادة لله. نعم لله. لكن هل هذا كافي؟ لازم الجهود كلها تتجمع حتى نطلع طيب. بنتيجة طيب. ننقذ بلدنا وننقذ شعبنا. نعم شكرا شكرا لك أبو وطن. قاسم من الديوانية، حياك الله يا قاسم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أخوي شلون صحتك؟ هلا بيك أخوي. احنا ما يدخلون ضل بلد. شنو قلبي؟ أقول لك هذا الشعب يدخل أن تقبر الأحزاب إيران والسعودية وأمريكا أي أجي الشاي الدولة مبيوعة، الدولة إيرانية نعم وطايحين بيها ياهم ودي الفائدة الشعب الآخر نفض عندهم وضالين كده قاعد الو وياك اخويا. الشعب اي نعم انقطع الاتصال ويا الاخ قاسم. يعني هاي واحده من القضايا اللي دائما نحكي عليها ونقول انه اكو فساد واكو مشاكل والشعب العراقي ما يقدر يحصل حقه بالفلوس اللي دا يدفعها الى هيئة الاتصالات أو شركات الاتصالات أو الجباية اللي دا تأخذها وزارة الاتصالات، لكن ماكو أي تحرك في هذا الاتجاه لتحسين خدمة الاتصالات حتى الناس تأخذ على الأقل حق اللي تدفع. طبعا التقرير قدامي بأحد الناشطين اللي رفض يظهر اسمه يقول أنه هاي الأعمال تسيء إلى الاحتجاجات، وأنه هاي تسعى إليه جهات سياسية لحرق مراكز تجارية وإحداث خسائر اقتصادية كبرى لتوجيه الإساءة وتشويه سمعة المتظاهرين، وإلا ماذا تجنيه من هذه الحرائق. لكن أتحول إلى رسائل الواتساب. يقول عندي أول رسالة، مساء الخير، عادي حرائق وقتل ضد مجهول، وكل هذه اللعب هو من التجار الإيرانيين لكي يدجلوا ببضاعتهم إلى العراق، والحليم تكفيه الإشارة، هذا كل ما في الأمر. رسالة الأخرى، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ، العراق كله محترق، لماذا يؤشر حنا وهناك من زاخو إلى الفاو كله محترق، واللي حرق العراق ويحرق هنا وهناك هم الرئاسات الثلاث، هي من حرقت العراق ويحرقون هنا وهناك تغطية لجرائمهم وإشغال الرأي العام في هذه الأفعال والأعمال الإجرامية ضد العراق وشعبه. مجموعة عصابة فاسدة تدوير بلد الحضارات، هذا الأمر مقصود خدمة لإيران ولإسرائيل والمحتل الأمريكي، وآن الأوان على الشعب أن يثور على الأحزاب الهزيلة والخردة والعصابة الفاسدة في الخضراء وإنهاء هذا الوضع بالعراق، والمسؤول كل الشعب العراقي، والعراق أخذ بالقوة ولن يسترد إلا بالقوة، والسلام عليكم ورحمة الله. رسالة أخرى تقول هي وين هالكهرباء، عيني هاي شغلة مفتعلة مبينة. رسالة أخرى، أحيي قناة الرافدين وكادرها المتميز، أبناء الشعب العراقي الباسل، أنا أحبكم يا أبناء العراق وأتمنى لكم كل الخير والله ينصركم يا رب. بس عندي سؤال، لماذا عندما يذكر النظام السابق في قناتكم الكريمة تحاولون تغيير السيرة أو الحوار عنه بالرغم
أن العراق كان وطنيا. أخي العزيز، نحن لسنا بصدد الكلام عن النظام السابق وما فعله النظام السابق ومن يكون المسؤول عن ذلك النظام. نحن منذ عام 2003 إلى اليوم نعيش حالة في العراق نتكلم عنها، برامجنا اليوم تتكلم عن هذه الحالة، فلذلك لا نريد أن نتكلم فيما مضى، ما مضى قد ذهب، نحن نتكلم في الحاضر وفي اليوم. شكرا جزيلا لك لتواصلك إلينا. السلام عليكم أخويا وناشط قناتكم الشريفة الموقرة، نطالب بالعفو، عندي أخويا سجين بالشعبة الخامسة وحق كل شهيد عراقي، والقرآن ندز له فلوس نص هيبوقوها، والملابس ممنوع تدخل، شوفونا حل لعيوننا الله يخليكم. السلام عليكم أستاذ غالي، سبب الحرائق تماس كهربائي لأن عملية تسليك خطوط المولدات خطأ في خطأ ومظهرهم كلش محلو غير نظامي، فهذا هو السبب الرئيسي. شكرا لكم. محمد من بغداد. أخي، كل الشعوب صوتها أعلى من السلطة، ليش الشعب العراقي يروحون بالزيارات ملايين والعراقي يعيش الجحيم؟ شي يصير إذا طلعوا كل العراقيين مثل الزيارة ويسحلون السياسيين بالشوارع من يومها ضدهم؟ يا رخيص راح يوقف بوجههم الكل، من عندهم راح ينهزمون. السلام عليكم. كافي ظلم، كافي اضطهاد، كافي فساد يا سياسيين، ولكم صدق سويتوها بلي ملح، بس الشعب أخيرا راح يدوسكم يا أقزام. أبو ثائر من صلاح الدين، رسالة أخيرة تقول احذروا من غضب الفقراء والمحتاجين والمساكين. مشاهدينا الكرام، نبقى نسأل نفس السؤال، حرائق اللي تصير بالعراق من المستفيد من عدها ومن اللي يسويها، وليش اللجان اللي يشكلوها كلش ما تسوي؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.